اسمعوا اخر مره عم بحكي معكم، الطياره اليوم في بالليل بس الحكومه تبعكم لسه ما اجى الجواب. الطياره كمان هذه انكسلت، ما حد يسافر اليوم. في ناس هلا جوا شي 600 شخص او 1000 شخص في جوا، كلهم جزائريين، هن كمان ما يسافروا، ما حد يسافر على الجزائر، ما حد. لماذا الحكومه تبعكم ما يبدو؟ الحكومه تبعكم الجزائر، جزائر ما حد يقبل من برا، الجزائر ما حد يقبل من جرا ولو كان عنده جواز سفر جزائري. الدولة ماذا قالت لكم؟ دولتنا ما في طيارة، ما حد يقبل من برا، المطار تبعكم مقفولة، مقفول. قال لكم لأن حضرتكم لا تستنوا هون، روحوا على اسطنبول، شوفوا على انترنت. لا انتم سمعتوا؟ باسط دير اللايف، دير اللايف. الحكومة تبعكم ما يقبلوا، مش مشكلة تبعنا احنا. حضرتك لا تستنى هون، إذا استنى هذا اليوم نفس الشيء، بكرة نفس الشيء، حتى تستنى الشهر هون نفس الشيء. هون ما حد يعطيكم ولا أكل ولا مية. حضرتك روح على إسطنبول، روح على السفارة، أو شوفوا من الإنترنت شو الحل، ما بعرف. واللي دفع باكاجه نفس الشيء، الباكاجكم كلهم هون، ما حد فيني ياخذ. ما تاخذ باكاجك ولا ولو؟ لا ما تاخذ باكاجك ولا شيء. صاي سجلتوا؟ طيب بعد